طبعا بدينا الحمله مالتنا مال الارجاع النفق، وان شاء الله راح يرجع احلى من قبل بهواي. اليوم موضوع التنظيف، وراح نبدي نغسل الجدران مال النفق حتى تصير صالحه للغسل، هاي الاماكن اللي محترقه، في سبيل انه نرجع نصلحها من جديد. نرجع طيب، الله اوقاتكم بكل خير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. 4 شهور مرت على تولي مصطفى الكاظمي للحكومة في العراق، ما هي الخطوات التي حققها؟ هل ألقى القبض على قتلة المتظاهرين؟ هل ألقى القبض على قتلة الناشطين؟ هل عالج ملف النازحين؟ هل فتح ملف المغيبين والمفقودين؟ هل سأل حكومته عن المقابر الجماعية في الفلوجة؟ ما الذي قدمه تجاه ملف الفساد الذي نخر مؤسسات العراق؟ هل حاسب الفاسدين من قادة الأحزاب والميليشيات؟ هل حصر السلاح بيد الدولة؟ هل أوقف الهجمات الصاروخية على مطار بغداد والمنطقة الخضراء؟ هل وضع خطة لتعيين الخريجين؟ ما الذي تقدم خلال 4 شهور من حكم الكاظمي على مستوى الخدمات من الكهرباء والماء وإعادة المدن المدمرة؟ وما الذي تحقق على الصعيد الصحي، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف العراقيين؟ كل هذه التساؤلات نطرحها عليكم ونناقشها معكم أعزائي المشاهدين مع مرور 4 أشهر على تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة في العراق، إذ أكملت حكومة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين شهرها الرابع من دون أن تتمكن من حسم قضايا مهمة يطالب بها الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ومن أبرزها تقديم قتلة المتظاهرين للعدالة ونزع السلاح وفرض هيبة الدولة. على الرغم من إعلان السلطات الحكومية السبت عن إطلاق عمليتين عسكريتين في محافظتي بغداد والبصرة لضبط السلاح المنفلت واعتقال المطلوبين كما قالت للقضاء، وقبل ذلك تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، إلا أن الشارع العراقي لم يجد نتيجة تذكر من كل هذه اللجان وهذه الخطوات. فعلى مستوى النازحين، ما زال هناك أكثر من 1 مليون عراقي نازح داخل العراق وعشرات الآلاف خارج البلد. وعلى مستوى شهداء تشرين، فعوائل المئات منهم والآلاف من الجرحى ينتظرون تحقيق العدالة الغائبة في العراق. وعلى مستوى المعتقلين، فإنهم يعيشون في ظل ظروف صعبة جدا، فالتعذيب والأمراض السمة البارزة في سجون العراق. وعلى مستوى الفساد، فحدث ولا حرج، فلم نرى جديد من كل الحكومات المتعاقبة في محاربة هذه الظاهرة. ورب يتساءل البعض، كيف للفاسد أن يحارب نفسه؟ وكيف لمنظومة كاملة تستطيع أن تحارب الفساد وهي تتغذى عليه؟ أما على مستوى الخريجين، فحدث ولا حرج كذلك، فالطبيب والمهندس والقانوني وكافة الاختصاصات لا يجدون التعيين في ظل حكم الأحزاب الفاسدة. أما معدلات البطالة والفقر في ارتفاع حتى وصلت إلى أكثر من النصف في بعض المحافظات العراقية، وحال المدن المدمرة كالموصل ما زالت تعاني من تكدس الأنقاض، وأما السلاح فينتشر في كل مكان، وعن الصحة فالإصابات بالآلاف، وعجز في الكوادر الطبية، وارتفاع بأسعار الدواء، وتهالك في المستشفيات. وعن الحديث حول اللجان التي تشكلها الحكومة، فاللجان كثيرة والنتيجة غائبة على الأرض. كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين حول مرور 4 أشهر على تولي مصطفى الكاظمي للحكومة في العراق. معنا اتصال محمد من هولندا، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية لحضرتكم الشريفة ولك. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. الله
انتبهتم لهذا الشيء، كاظم انتبهت ولا بشر الكاظم. نعم. وانا من الناس قلت لكم قبل انجرب الظاهر هو فاشل. اللي سواء كاظم كله وهود، وهود الوهود. ما سوى شيء، ما اطلق قبض على المجرمين. مجرد طلع كم قطعه سلاح قديمه اللي هو يعني حاليا يعتبر المجرمين وتصدر السلاح كله كذب كذب. كان ما سوى شيء، فساد مستمر، السرقه مستمره، القتل مستمر، الظلم مستمر. نعم. تغير وجوه حمر، وجوه تتغير لكن المبدا انه واحد. نعم. ما يتغير. عصابات ايران حاليا تقتل وتسرق في العراق. نعم. بدون البارد. والكورونا حاليا يعني حمر يعني حاليا ضاعت بشكل رهيب. حاليا عدد يعني قتلى كثير يعني الكورونا العراق. هم متشكين هذا الشيء، يقتلون شعب العراقي بالكورونا وباي طريقه يعني حمر. نعم زين اخي محمد، يعني اللي قبله رب سائل يعني يقول يعني 4 شهور ليست كافيه لرئيس حكومه ياتي ويعني الحمل ثقيل في العراق والتركه ثقيله، خاصه اذا تحدثنا عن فتره عادل عبد المهدي وسقوط مئات الشهداء والاف الجرحى، لكن هل يعقل بان رئيس المخابرات الذي يتولى اليوم رئاسه الحكومه لم يستطيع إلقاء القبض على شخص واحد ولو واحد متهم بقتل المتظاهرين أو ما يسمونه الطرف الثالث؟ عمر حقيقة كل ده المكشيات والأحساب هم واحد. كانوا مجرد يعني أداة شطرنج حركة في إيده. ريموت كنترول. ما له يعني لو تبعت بهاي الفترة إنه هو لا حول ولا قوة إلا بالله. الكاظمي فاشل، حتى لو جاء واحد غير حكم فاشل. يعني الدولة تحكمها ميليشيات ايران. ما اطول عليكم بس عندي ملاحظة قصيرة يا عمر. نعم. وقائمة وطنية يعني الدولة صرفت عليها فلوس. ما بيها حاجة يعني يجيبوا بيها اسم الشهيد قائد صدام. اكو بيها ما بيها اسم صدام يعني فيا ريت تطلعوها قائمة وطنية يعني جميلة يعني حماسية. وشكرا وتحية لكم. اني اشكرك، اني اشكرك. ام ازهار من بغداد، تفضل يا ام ازهار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أحيي صحيح قناة الحرة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة لهاي الحكومات المتواصلة اللي من 2003 إلى هسه كل شيء ما تسوي، لأن هاي الحكومات المتعاقبة هي جت من رحم أمريكا وإيران. وإيران هي اللي تحكم هسه، وإيران هي تريد تحطم هذا البلد وهي تريد تدمره أكثر وأكثر. فلا لا المالكي دم لا المالكي والحكيم ولا الجعفري ولا أي واحد قدر يسوي له أي شيء، ولا هسه الهاشمي اللي صار له 4 أشهر يقول راح يخلي السلاح بيد الدولة. ما سوى شيء، ما خلى السلاح بيد الدولة، ما يقدر. ولا اللي قتل واللي قتلوا الهاشمي واللي قتلوا الدكتوره اللي بالبصره واللي قتلوا كل المتظاهرين الموجودين هذول الابرياء مفهوم اصلا بالفيديوهات قاعد يطلعون حي على الصلاه من اللي يقتلهم مفهومه واضحه اصلا. وهو اصلا اذا هو الكاظمي هو اصلا بالمخابرات وهو يعرف كل الزين من ده يقتل ومن وبيده كل الجهات الأمنية، فهو كل زين يعرف. لكن السبب إنه ليش ما يلزمهم، لأنه هو ما يقدر يلزمهم لأنه غير قادر. هو لازم يساير ويا هذول الجماعات، لأنه هو أمر من إيران. اي حاكم يجي هنا ما يساير ايران، ولهذا هو ما راح اول زياره قبل السعوديه راح لايران، اخذ الاوامر من ايران وقعد هنا، وهسه قاعد اللي يقدر يسوي خلال هالفتره هذه ما يسوي اي شيء، لانه هو صح ما هو مستقل ما عنده حزب. احنا نأيد هذا الشيء لانه هو ما عنده حزب، فرحنا لانه قلنا هذا راح يخلصنا من هالاحزاب من هالنمر السيئه اللي اجت لنا، لكن هو طلع غير قادر، جبان ما يقدر يسوي شيء، مع انه هو بيده السلطه وبيده القوه وبيده كل شيء يقدر يسوي، لكن مهدد بالقتل، مهدد بالقتل. وهذه العصابات الموجوده
عندنا هي 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 اللي تهدد. نعم. هم الاحزاب الموجودين، كل الاحزاب عندها عصابات كلها، غير هذول اللي خارجين عن القانون، واللي يقول راح يشيل السلاح عنهم ما يقدر يشيل السلاح عنهم، ولا راح يتحقق هذا الشيء. نعم. ابدا. احنا نتامل التظاهرات، ونتامل الشباب الطيبه اللي راح تظهر هي، وهذا الله كريم، احنا عيننا بعين الله ونعم بالله. شكرا ام ازهار من بغداد، كانت معنا. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك. كيف حال استاذ عمر؟ حياك الله، يا اهلا بك. تحية لك وتحية القناة، تحية الكادر، تحية المشاهدين الاعزاء. اهلا بك. استاذ، بالنسبة للكاظم ولا يختبر عادل عبد المجيد والاستاذ، والله نفس الشيء، بس انه هذا اكثر تبعية، وحنا شفناه يوم راح للميليشيات الايرانية المجرمة ويقمصونه بملابس الحسبة، هو نفس الشيء، هم كلهم تبعية فلا يختلف عن عادل عبد المهدي. هذا المجرم نفس التطبيق، يعني صورة مكررة، نفس عادل عبد المهدي، نفس الإجرام، ولن يقدم أحد للمحاكم في ظل هذا الصاروخ. هذا مجرم تابع للميليشيات، هو مرشح الميليشيات، الشعب العراقي رافضه، يعرفون هذا مجرم، شخص مجرم، ولن يقدم أحد للمحاكم من قتلة المتظاهرين ولا من الفساد. هو رأس الفساد، هو الكاظم، هو فاسد. فعلى الشعب العراقي لا يرجم، الشعب العراقي هو عارف الكاظمي فاسد ابن فاسد، ما في شك. والشعب العراقي مصر على القضم، وصامل الشعب العراقي على إزاحة هذه الطبقة كلها. وتحية لك. أبو فيصل من السعودية كان معنا. أبو حيدر من الحلة، تفضل أبو حيدر. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ناخذ رواتبنا على مصرف الرشيد، نروح نستلم من اي صيرفه نفسهم، ناخذ رواتبنا. هذا الشهر ما طلعت رواتبنا، طلعت الورقه فارغه مكتوب عليها مرفوض. راجعنا التقاعد، راجعنا الكيكات، راجعنا المصرف، قالوا يا به هاي اليوم الحكي، قالوا بدلوها على النخيل النخيل. زين، انت ابو حيدر، انا بالبدايه ما سمعتك. أيه؟ انت دا تستلم راتب التقاعد لو شنو؟ اي راتب، انا عندي هويه كيكار تقاعديه. تمام. مال تقاعد من على مصرف الرشيد. تمام. بعدين أيه؟ اللي صار؟ اللي صار هالشهر مصرف الرشيد، أيه؟ بدون سابق انذار، بدون ما نشر اعلان، بدون ما نشر تعليمات، قطع رواتبنا، وراجعنا المصرف، وراجعنا التقاعد، وراجعنا معنا الشركة مال الكيكارد بالحلة، قالوا لنا انتم حولوها على النخيل، نخيل ماستر هي شيء. رحنا للشركة، كاتل ومقتول، يعني آلاف الناس واقفين، يعني مستحيل احنا بعد في 4-5 أشهر ما نقدر نحصل على هوية. تلاحظ شلون؟ نعم. احنا اليوم شفت حكي مهيثم الجبوري رئيس اللجنة النيابية يقول ماكو جبار انه يبدل، مدير المصرف الرشيد يقول لا هاي غير خاضعة للمعايير. هسه احنا شو نريد؟ نريدهم يطلقون راتبنا ويعتبروها تعليمات، ويعطونا مجال شهر شهرين الى ان نبدل، اذا شو اسمه. وبعدين شو اسمه؟ يا هسه انا تعال اقول لك، انا مريض والله العظيم، انا هسه مطلوب 350 دينار، 350 الف اشتري بهن ادويه، ما عندي ايش اشتري دواء. زين، صار يومين تاكسيات من التقاعد للمصرف للكيكارد للكذا، هيجي صار 50. زين ابو حيدر، القطع اللي صار بسبب انه الكارت ما يشتغل، لو تم اقتطاع جزء من الراتب؟ لا، هو مدير المصرف. تمام. نزل ما سوى، قال انتم لازم تروحون تحاولون تبدلون هذه الهويه على نخيل، على النخيل. شركة اسمها النخيل. تلاحظ شلون النخيل ما عندهم استعداد يسوون هويات، لأنه الازدحام، تفاجأت آلاف المتقاعدين من حجبة راتب كلهم هرعوا على الشركة، مستحق الشركة. هو لو مخبرنا قبل شهر شهرين بالضبط، لو مثلا تعليمات مستحقين كلهم. وأنتم بهاي الحالة أبو حيدر راح تنتظرون إل ما تستلمون كارت من هاي الشركة حتى تستلمون رواتبكم؟ ما نقدر نستلم شيء، ما نقدر نستلم كارت، لانه شركه ازدحام هي مكانها بالاسكان.
تمام. مستشفى والراتب الجمهوري. ها والراتب؟ راتب والله ما عندي راتب، قلت لك انا مدين 50,000 خلصت بس تكفيات. يعني هو القصد، القصد انت ما راح تستلم راتب الا تاخذ الكارت الجديد. الا الا حصل هويه جديده من النقيب، وهاي الهويه صعوبه المنال على كثره الازدحام. زين ايش قد تاخذ هاي الشركه على الكارت؟ هي مبينه الشغله الظاهر يعني قضيه فساد. انا ما اعرف ما نعم ما انا اليوم رحت رحت لشركه من هذول الكيكات ورحت لهم ماكو شركه دافع لك واحد، الكل ساده الشبابيك والناس رجال ونسوان يعني الاف، فما تقدر تحكي فيهم بعد شهر يمكن تقدر تحكي فيهم يعني. ولا تقدرون الصبح تجون للشركه موجوده قبال مستشفى تحيه مع المستشفى الحلة. نعم. يعني وضع مأساوي. زين احنا رواتبنا بدون سالق انذار بدون اعلان، احنا متقاعدين ما عندنا غير اي مصدر رزق غير هذا الراتب. يا اخي هل يعطونا راتب؟ فصلونا بالهيثم الجمهوري باللجنه النيابيه، هل يعطونا راتبنا وبعدين يعني يفعلون التقاعد يفعلون هاي الهويه، يعطونا رواتبنا يقولون يا بتروح وبعدين اطربوا او بدلوا. بعدين هو هيثم الجمهوري اليوم يقول ماكو اجبار، ما ينجبر واحد كيفه الا خيار يبقى عليها. زين هي اذا ما بيها بعد انا شو اسوي؟ ابقى عليها. زين ابو حيدر الكارت اللي عندك مال كي كارد بعده نافذ لو مثلا بمده صلاحيه وانتهى؟ لا ما بي ما بي ما بي نعم. انا هويتي كي كارد جديده. نعم شغاله وما بيها شيء. نعم. إذا تسمح لي هاي مول 12 رقم نافذة. نعم. ما بها شيء. نعم. بس هو اليوم أكو منشور ناشر يقول هذه غير خاضعة للمعايير، يعني إحنا صار لنا 10 سنوات تستلم بها، اليوم صبحت ما غير خاضعة للمعايير، يعني رأسين هالمجاملات بيناتهم هو وأبو شركة النخيل، إحنا ما علينا بهذا الحكي، إحنا نريد رواتبنا. أرجوك تتصلنا برئيس الوزراء نيابيه بالحلبوسي. يا اخي احنا عايشين بس على هالراتب هذا، ما عندنا مصدر رزق اخر، نريد رواتبنا بطلنا كل شيء، نريد يعطونا رواتبنا وبعدين احنا نبدل. الله يعينكم. زين انت اقول لك بلكي احد من المسؤولين يسمعك اسمح لي. نعم. انت هي هاي مقارن الازدحام يقول تباعد وعدم تلامس وما ادري شنو، خلي يجون الصبح اي واحد من عندكم خلي يشوف الشركه ويشوف الازدحام ويشوف المعايير الموجوده وخلي يمر للتقاعد اللي هو بصفها وشلون الازدحامات، لان الناس شو قامت تروح هيك تروح هيك، ما يريد واحد يعطي نتيجه، ما حد يعطيك نتيجه، لا موظف ولا مدير ولا واحد، واحنا بقينا هسه بدون رواتب. الله يعينكم. ان شاء الله احد يسمعكم والله احنا نريد مساعدتكم واخوان تنشرون هاي المطلب يعني نشوف حقك. نعم. انا اشكرك ابو حيدر من الحله، يعني هذا ان شاء الله مبينه شغله فساد، لان هو من راح يروح يطلع كارد جديد من هذه الشركه فاكيد راح يدفع رسوم. زين انت مثل ما قال ابو حيدر ليش ما بلغتني قبل فتره حتى قبل شهر من استلمت راتب الشهر اللي فات حتى اروح اجدد الهويه او اطلع هويه جديده وهي الهويه مالته مال كي كارد ما ساقطه ما بيها شيء، بس الظاهر العمليه بيها فساد وبيها قضيه حتى ياخذون من فلوس ورواتب المتقاعدين. نعم معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. بالنسبه للشارع العراقي مأول على مصطفى الكاظمي انه راح يباشر يعني بعده امور، يعني والشعب هو مطالبه واضحه، يعني اهم من المطالب هو محاسبه الفاسدين ومحاسبه القتله وحصر السلاح بيد الدوله. فالكاظمي صار له 4 أشهر يروجوا له ناس بالمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الناس اللي مستفادين من عنده. فالكاظمي لحد الان شنو انجازاته وشنو القرارات؟ يعني هي مو صعبه مثلا اذا يريد يصدر عفو عام على المساجين ويخلص هاي الناس المظلومة بالمساجين واللي هي نسبتهم مظلومين 80% في سبيل أن الحكومة العراقية البائسة اللي ما عندها قدرة مالية على تغذية المساجين شوية هذا التقشف اللي يسوون به نقول عندهم مصداقية بحيث سووا عفو على الأبرياء فقط، يعني ما تريد الناس المجرمين والقتلة، احنا ما نريدهم يطلعون بالشارع.
نريد الناس اللي موجودين بالسجون السريه وغيرها والعلنيه وسجون الحكومه عفو عام اطلاق طرحهم في سبيل الميزانيه شويه خوف، ويتجهون بهاي الاموال اللي فرقت لهم يتجهون الى بناء مجمعات، الى بناء منشات خدميه، الى اعطاء الناس المتضررين من هاي الامور اللي صارت كورونا وغيرها. لكن الكاظمي لحد الان ما عنده اي انجاز. يعني هسه احنا اذا نريد نصير منصفين من جانبه ونذكر اهم انجازاته، ما عنده اي انجاز، وكل هو بس مجرد يقرر قرارات في سبيل يخفف من هذا الضغط اللي موجود على الحكومه العراقيه البائسه. يعني الشارع العراقي المنتفض في الجنوب يطالب مطالب، يعني مو مستحيله، محاسبه المفاسدين. من هم الفاسدين اللي حاسبهم الكاظمي؟ مثلا احنا نعرف الميزانيات اللي انسرقت من الدولة، اللي سرقت على يد المالكي فترة حكمة 8 سنوات، يعني مئات المليارات الدولارات وين راحت؟ يعرفها هي عد من راحت، لأنه كان مدير جهاز المخابرات، والمخابرات يعرفون على علم ومتابعين هاي المصارف الوهمية والمصارف اللي صارت فيها غسيل أموال، واللي تم تهريب العملة العراقية إلى خارج العراق، إلى لبنان وإيران وعمان وغيرها والخليج وإلى أوروبا. الفساد هذا الموجود عند قادة الكتل، احنا نعرف ان الكاظمي ما راح يقدر يحاسبهم. ليش؟ لان هو جزء من عندهم. شلون يقدر يحاسب عمار الحكيم او مقتدى الصدر واتباعه؟ شلون يقدر يحاسب صالح المطلق واتباعه؟ شلون يحاسب جمال الكربولي واتباعه؟ شلون يحاسب المالكي والزمره مالته هادي العامري وقيس الخزعلي اللي اصبحهم مليارديريه براس العراقي وابن الخايبه، ابن الجنوب وغيره ابن الغربيه؟ شنو الانجازات اللي سواها في سبيل القرارات اللي اتخذها ضد المجرمين والقتله وحملت السلاح اللي هو خارج نطاق الدوله؟ هاي الفعاليات مالته قبل يومين بالزبير وبالخصيب، واحنا نعرفها هاي ثقلها مناطق سنيه، واخذ له 10 بنادق يقشمر الناس المتظاهرين، يقول لهم انا سويت حمله. هو لو صدق جدي وانسان وطني كان طلع على المقرات الميليشيات ومقرات الاحزاب اللي هي بها صواريخ وبها كاتيوشا والسلاح الموجود داخل بغداد وحزام بغداد. شنو انت وين تريد تحارب امريكا واسرائيل داخل بغداد؟ مو قبل شهرين لزم مطلقي الصواريخ الكاتيوشا وهددوا الميليشيات وهدهم بنفس الساعه تحولوا الى امن الحشد؟ أخ عمر، هاي الفعاليات اللي سووها هو مدير جهاز مكافحه الارهاب كلها صدقني فعاليات مفتعله، عندهم اوامر قبض على صدق عصابات اكو وناس عليهم اوامر قبض، بس هو ما طلع على الناس المجرمين. احنا نعرف المجرمين واللي جاي يصفون هي منظمه بدر والعصائب وجماعه القبعات الزرق. الكاظمي ما سوى اوامر عليها وسوى فعاليات عليهم لان يعرفوا رده الفعل ايش راح تكون، لكن اكو عده اوامر قبض بكل محافظات العراق الجنوبيه والغربيه والوسطى، اكو اوامر قبض طلع عليها من قبل معلومات من استخبارات، واحنا عندنا معلومات ان امن الحشد شارك بهاي العمليات، عمليات تفتيش على السلاح، لكن احنا نعرف هو ما دخل مقرات مال ميليشيات او مقرات احزاب، ويعرفون الاقداس مال الاسلحه وين هي اللي تخزن بها الميليشيات داخل بغداد وعلى اسوار بغداد وبالمحافظات. ليش ما دخل جرف الصخر؟ ليش ما دخل جرف الصخر اذا هو صدق؟ ليش ما راح على الميليشيات الموجوده سرايا السلام في سامراء وبانبار وغيرها؟ ليش ما دخل الى مدينه الصدر الثوره ومعروف ايش قد يمتلكون سلاح؟ هذا السلاح الموجود عند العشائر الجنوبيه والنزاعات والصراعات اللي شفناها صوره وصوت وافلام موثقه، ليش ما طلع على العشائر؟ ليش راح على كم مكان واخذ سياره بدون ارقام وبندقيه عدد 10 وبكيس عدد 1؟ هاي الحمله مالتك اللي طلعت موكب وقوه قتاليه جهاز مكافحه الارهاب، بس التغذيه مالتهم والمصروفات من المازوت الغاز وغيرها والبنزين احنا نعرفها ملايين الدنانير العراقيه. يعني اغلب السلاح اللي لزمه السلاح الوهمي، هو مو السلاح المنفلت هذا، هذا سلاح مال ناس صدق عصابات، بس مو القتل اللي مقصودين اللي تم على ايدهم قتل المتظاهرين والكواتم وغيرها والخطف اللي صار. أنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا أبو محمد من ديالى. تفضل أبو محمد. أبو محمد تسمعني؟ فقدنا اتصال مع أبو محمد. أم أحمد من ديالى؟ أم أحمد تسمعين أم أحمد؟ انقطع الاتصال. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه
الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ابو احمد من هولندا، تفضل ابو احمد. استاذ عمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر الله يخليك، اريد طلع لنا برنامج، اريد طلع لنا برنامج على الخونه اللي يسوي سفاره يهوديه بالعراق، اذا نعم. كانوا سنه واذا كان شيعه. وين ابو احمد؟ والله اني نعم. تفضل، اكو عندك فد وثائق او ادله عن فتح سفاره صهيونيه في بغداد؟ اي نعم، انا اعطيك طلع الشيخ حاتم سليمان على قناه الامارات يقول احنا لازم نسوي سفاره يهوديه، مثال الالوسي طلعوا بعض الشيوخ. يا اخي هاي طائفيه، هاي هم طائفيه، هاي مو طائفيه، احنا نريد الحق، احنا نريد نعرف من الخونه، من الديخون. ما تعرف انت هاي الخونه اللي اجوا على الدبابات الامريكيه وسرقه وقتله وباسم الدين، يعني ذول بنظرك مو خونه؟ طبعا هم خونه. اي لعد شلون خونه وحراميه. إيه؟ احنا نريد نعرف هو اذا هسه انا اقول لك في بقاء هؤلاء الخونه كلهم، طبعا نحكي احنا عن كل من سرق وقتل ومتهم بالفساد، سني شيعي كردي سياسي في هذه المنظومة السياسية، يعني ذولا أنت ما تعتبرهم اللي خان بلده، اللي إجا مع الأمريكان واللي صفق وهلل وقال إحنا مقدمين على مرحلة جديدة وديمقراطية وحرية ورفاه واقتصاد. بس اسمح لي، ها عيني، هذا مو خائن؟ هذا إذا نشيله لا إسرائيل تجي تقدر تفتح سفارة في العراق ولا غيرها، تكون عندنا دولة صاحبة سيادة ممثلة حقيقية من قبل الشعب. ماشي أبو أحمد. وأبو أحمد مرة ثانية بس أقول لك أبو أحمد، بس اسمح لي ودا أقول لك بس حتى أخدمك مرة ثانية، بس أثبت لك على دولة واحدة، أثبت لك على دولة واحدة حتى أنا أعرف شلون أتكلم معك. أنا أشكرك أبو أحمد من يقول هو أبو أحمد من هولندا، قبل أسبوع كان في فرنسا، قبلها بثلاث أشهر أربعة كان في إسبانيا. أثبت يعني شوف، ما شاء الله تارسين الخونة العراق من العام 2003 ولغاية الآن، من ينصب رئيس الوزراء، وبالدليل إذا تكلمنا عن رئاسة الوزراء في عهد نور المالكي الأربع سنوات الأولى، بالوثائق الأمريكان جابوه وخلوه رئيس وزراء بدل إبراهيم الجعفري، لأن وجدوا في ذلك الوقت إبراهيم الجعفري ما يفيدهم وما يخدم، يعني مو ما يفيدهم يعني كشخص، ولكن شافوا مراهم لرئاسة الحكومة جابوا المالكي، وبال2010
كانت قائمة أخرى في هذه الانتخابات اللي رضوا بها، والناس بعض الناس في ذلك الوقت رضت بها وراحت انتخبت، فازت قائمة أياد علاوي بال2010، ولكن بسبب وضغط الأمريكان سمي في وقتها الكتلة الأكبر، تحالفوا مع قوائم أخرى منها قائمة المالكي والصدر بعد الانتخابات. وغير بالانتخابات اللي فاز هو شكل الحكومة، لو أنت تسوي تحالف بعد الانتخابات ها ما موجودة بس بالعراق، شوف العجب العجاب بالعراق. وهم الأمريكان باركوا هذه الحكومة لأربع سنوات أخرى، وبال2014 هم ما راد يطلع المالكي، هم لهم الأمريكان قالوا لا خلص لهنا أنا وبس. فإذا تحشي على الخونة ما شاء الله كلهم خونة، وكلهم متهمين بقتل العراقيين، مو بس بعد 2003، لا أياديهم ملطخة من ثمانيات القرن الماضي. إذا نتذكر الجامعة المستنصرية، إذا نتذكر السفارة العراقية في بيروت، هم مو يحشون، يقول لك ذولا إرهابيين. نعم هذه أعمال إرهابية اللي يقوم بتفجير الأسواق ومؤسسات الدولة، هذا عمل إرهابي. زين ليش أنتم من فجرتوا وقتلتوا بالثمانينات، عندكم معارضة مع نظام صدام حسين وقتلتوا ناس أبرياء، ما تعتبروا إرهاب، تعتبروا جهاد؟ هذا مو خيانة للوطن والبلد؟ هذا العامري ومن على شاكلته الذين كانوا يقاتلون في صفوف الجيش الإيراني، هذه ليست خيانة للبلد؟ أنت جاي اليوم تيد يعني تحرف الموضوع وتقول لي والله منو راح يفتح سفارة إسرائيلية في بغداد؟ ما سمعنا احنا لحد الان، مو دفاعا عن هذا الطبقه السياسيه لا، ولكن ما يحتاج، يجيهم تلفون من امريكا غصبا عنهم يفتحون سفاره اذا الامريكان رادوا، بس ربما يريد ياخرون الوضع، ما تعرف هاي السنه بعدها ما يفتحون ما ندري. ولكن ما شاء الله دهن ودبس هم بيناتهم، هم اللي جابوهم وهم اللي مثبتيهم وهم اللي داعميهم، فما يحتاج، هم خونه يعني خونه. نعم ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبا، الله يرضى عليك. الله يسلمك أخي عمر. أبدأ وجه هاي رسالة للعراقيين بصورة عامة. نعم. أول شيء هذا الرجل بياع كلام، يعني بس كلام وما عنده فعل نهائي. زين أبو حسن، رجال أفعال مو أقوال. خاف أربعة أشهر ما تكفي؟ هي مو شرط ما تكفي أخي عمر. نعم. هو الرجل مو رجل، لا بس هو يعني شخص جابوه الاحتلال من زمان، هم جايبين الاحتلال، فلذلك يعني هو بأمرتهم، هو خادم لهم وخادم للميليشيات الإيرانية وإيران، فهذا ما يحقق شيء أبدا. نعم. يعني هسه لو هو عراقي حقيقي يقول مثلا دول النازحين بالعراء، نعم، وحصل عليهم اللقمة، لو عراقي كان فكر بيهم، كان فكر بجرف الصخر الناس اللي انشتته، كان فكر بيهم. هذا مو عراقي أخي. نعم. تجي للحصة التموينية يعني مهزلة، تجي لوزارة الصحة، والله يا عمر يا أخوي، نعم، يعني هاي شون يموتون أطفال بالمستشفى، والله يا مسلم، يعني يا أما عاوز دوا فلوس دوا ما عندهم، يعني حليبنا مرة صادفت حليب، أمرها تدور على حليب الطفل هو رضيع، كان حسوا بالشيء هذا، كان حسوا بالنساء اللي اغتصبت، كان حسوا بالمعتقلين اللي بالسجون وديبتزون أهلهم، لو علم يعني حس وطني ووطنيين، كان قالوا الزراعة أرض عندنا خير من أرض، ليش أنا أنفع عدوي إيران؟ نعم. إذن هم مو عراقيين يا أخي، مو عراقيين، الصناعة واقفة، وباء كورونا لو هم عراقيين حقيقيين كان سدوا الحدود. نعم. على مود يعني يقول لك انا وطني اخاف على الشعب، بس ما فتحوا الحدود على مصراعيها، لو هم عراقيين حقيقيين كان ما طلبوا داعش، لو هم عراقيين حقيقيين كان المناطق الجنوبيه والغربيه كان بنت بيوت، يعني تصور حيدر العبادي يقولهم اخواني يا عراقيين ظلوا ببيوتكم، ليش؟ على مود القذائف والهوانات والصواريخ توقع عليهم. نعم. انت تعرف الفلوجه اللي بها سرطانات، البصرة الزبية سرطانات، هذول ما يهتمون أخي، هم جايين أجندات خدم رجال دولار، عبيد الأمريكان والإيرانيين، خدم الإسرائيل، يعني هم لا عندهم لا دين ولا ديانة، وناهيك عن هذول العمايم ما شاء الله اللي يشوفه يلطم، وأو إلى أخي هاي من الحكي هذا مالتهم،
تقول لك والله الايمان دي يطلع من خشمه. فهذول مو عراقيين اخي، هذول ما يخدمون البلد. هذا الكلام موجه للعراقيين بصوره عامه. يعني هاي البصل يعرفون السرطانات البيئه ايش قد يشيبش على الراس. لو عراقيين حقيقيين كان قالوا شلون الطفل يموت بالمستشفى؟ شلون الدواء بفلوس؟ كنا ب 500 دينار تعالج وفحص وجوه وكل شيء ب 500 دينار. هسه القصره مليون، عمليه مال قلب مال ايش كم مليون. يعني يتاجرون بالدم العراقي يا اخي، يتاجرون بالدم العراقي. يا عراقيين اصحوا اصحوا، والله ترى ما تقوم لنا خايمه ما دام هذول السفله على العراق. نعم. لان هذول مو عراقيين. نعم ابو حسن. يعني يحكي لك بالدين الله اكبر، يحكي لك حكي يعني بس ما عنده عقل يصدق بيهم. ولا الكاظم اللي منطب للسجون هو مو رئيس وزراء، ليش ما يطلعهم؟ ومو السلطه بيده على السناد. بس اخي هم هذول يتاجرون بالدم العراقي وما يهمهم العراقي نهائي. يعني امراه تضرب ذاك اليوم، تضرب مره بالرمادي، زين وين غيرته؟ اذا هذا مو عراقي ولا عنده غيره ولا يحل مساله. مساله واحده هسه اجيب واحد عادي، انسان عادي، اساله اقول له اوقف لي بشغله، والله يوقف. بس هذا ما يعرف اخي، ما يعرف. هذا جاي خط عنده خط ازلال العراقيين، تدمير العراق. زين هم العراقيين حقيقيين، الاثار اللي اخذوها. نعم. ما يسأل عليها. فهذول يا أخي عمار، هذول وباء على العراق أسوأ من كورونا، أسوأ. يعني الكورونا رب العالمين يعني هو أرحم الراحمين، هو عظيم وما يأذي المسلم أبدا. بس هذول لا، هذول يقول لك إحنا غصب ما عليكم راح ندوس على رؤوسكم. يا عراقيين افتهموا الكلام مالي هذا. أنا أشكرك أبو حسن من بغداد، كان معنا أم أحمد من ديالى. تفضلي أم أحمد. أم أحمد انقطع اتصال مع أم أحمد الديال المرة الثانية. فاطمة من بغداد، فاطمة تسمعيني؟ انقطع اتصال مع فاطمة من بغداد. طبعا الحديث عن اللجان، من آخر اللجان التي شكلت يوم الخميس الماضي، لجنة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية مثل جهاز أو جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة. هاي شكلها شكلة مجلس مكافحة الفساد في عهد عادل عبد المهدي، وما شفنا من نتيجة. اليوم لجنة الأمن والدفاع النيابية قالت بأن الوضع العام للبلد يشهد توترا خطيرا على مستوى السلم الأهلي، وأوضحت اللجنة بأن البرلمان سيستضيف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للحديث عن الانفلات الأمني، لافتة لأنه في حال تحققت الاستضافة فستشهد مناقشة ملف خروج القوات الأمريكية ومدى جدية الحكومة في وضع جدول زمني لخروج تلك القوات من البلاد. كما أكد عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي بأن من سمتها بالميليشيات المنظمة هي المسؤولة عن استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بصواريخ الكاتيوشا. وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي بأن السلاح المنفلت بيد الميليشيات يستهدف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي والأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية العاملة بالعراق، وأكد بأن لا أحد يعلم متى يقوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بحصر السلاح، وحذر من انزلاق العراق نحو الهاوية. معنا اتصال فاطمة من بغداد تعاود الاتصال. تفضلي فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بيك. الله يستر أخي، شلونك عين؟ يا هلا بيك. تفضلي. تفضلي أختي. يعني بلزحمة يعني كان ذكر ناس السيد الكاظمي. عندي سالفة كلش يعني من 2013 إلى هذا اليوم. زين. يعني من توفى ابني، توفى النسب بالكهرباء لحد الآن، مشيت على دارة الكهرباء، قال لي أبو دارة الكهرباء على بؤاني المفروض أشتكي علي، كنت أنت مشتكي علي. يعني ناس داني بس تريد شغلة صغيرة، بس تريد المقابلة. زين أختي فاطمة، ابنك الله يرحمه كان موظف بالكهرباء؟ لا 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 لا. ليش اشتكيتي أنت على أبو الكهرباء؟ يعني مو سمحنا نسل بالسيت، كان بوقتها مو بس هو، كان طرف
كله ينسل ووصينا وجينا قالوا مو بدينا بعدين طالبنا يعني أنا بس الولدات مثل ما يقول نعم زين اللي بيحق واللي توفى يعني لا أبو عند راتب مثل العالم لا أنا عندي وظيفة وعندي راتب يعني أنا ناس الأستاذة مكون هيجي يفرقت حالتنا بس هاي الكلمة اللي أقولها نعم زين وبعد هو ومروته من حقك انت كمواطنه يعني عراقيه ومحتاجه انه على الاقل الحكومه تساعدك براتب العالم كله حاكيت المحال مالتك اللي تحس بالهنايه يحسبون البشر يعني انا كني حاله حاله بالبشر اطلع بلادي برا وروح اشوفك نعم يعني انا محققه ام كل ام طفل هيك قدوته والله تشوفه مات وياه اخذ حقه على داير مليمون من سنه 2013 زين والله لا هذا قضيت لما الله قال بس قضيت لما الله قال نعم الله يعينك الله يعينك ويفرج عنك فاطمه من بغداد ان شاء الله يوصل صوتك ابو محمد من السماوه تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا بك الله يخليك استاذ عمار بالنسبه لموضوع الكاظمي نعم الكاظمي لو يحكم 4 سنوات مو 4 اشهر هم ما راح يسوي شيء ولا يقدر يسوي شيء لان هو اجى باتفاقيه انه كمل هاي المرحله الانتقاليه وعلى اساس انه هيئ للانتخابات المزعومه للاحزاب الايرانيه ومن بعدها هو ما يرشح لكن العتب على بعض العراقيين اخواننا اللي هم نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي يمتدحون الكاظمي ويجلونه ويقدرونه يعني ايش عبالهم راح يبقى هو مثلا وينتخبونه وهو خوش انسان وهو كذا يظنون انه الاعمال اللي هو سواها هي حتى ما سوى شيء ملموس لحد الان الا انه التقى له كم طفل بالقصر ومن دول المعاقين وابدا عطفه وكذا وهاي الامور يريد يتسلل من عندها ومن خلالها الى قلوب العراقيين. الشغله الثانيه استاذ عمر انه اول شيء من رجع من امريكا من زيارته من امريكا نشوفه اتجه لحملات التفتيش عن السلاح خاصه بالمناطق الجنوبيه، عندنا هسه حاله استياء شعبي كبيره جدا من ابناء شعبنا بالجنوب من عمليات التفتيش الغير عقلانيه وغير عادله اصلا ومثل حكمهم وتستهدف الانسان البسيط والفقير فقط ويتركون شيوخ العشائر اللي هم يمتلكون ترسانه من الاسلحه الثقيله والمتوسطه بالاتفاق مع زعماء الاحزاب وابدا ولا يروحون لبندقيه الصيد اللي عند الانسان البسيط والبندقيه العاديه الكلاشينكوف ياخذونها من عنده. نعم. عملية انتقائية وتحذيرات ولحد هاي اللحظة هسه احنا هم يطلعون حملاتهم من الساعات الأولى من الفجر ويبدون حملات تفتيش بشكل انتقائي. أما فيما يخص الأرشيف اللي اجى به الكاظمي أصلا هاي خلي يعلمون العراقيين عن طريق قناتكم الأرشيف هو بعد 2003 بعد الاحتلال الكاظمي هو أول من جمع هذا الأرشيف هو شخص ثاني يدعي نفسه عراقي عايش بامريكا من زمان طالع تعرفونه تلفزيون اسمه كنعان مكيه شخص شاب جنسيا مأبون عميل من الدرجه الاولى وكان فرحان بقصف بغداد وشبه القنابل اللي تنفجر بسماء بغداد بعد 2003 او اثناء فتره الحرب بالالعاب الناريه وكان فرحان ويعبر عن فرحته. هذا هو الكاظمي اللي هم فرحانين به العراقيين او بعض العراقيين اللي يدعون يقولون انه هو راح ينقذنا، لا ما ينقذكم ولا راح يسوي لكم اي شيء. هذا الارشيف رجعه وهو اصلا باسرار وبقضايا هي انتهت هسه لكن هي رادوها يقايضها بارشيف جديد اللي هو الخاص بالعملاء الايرانيين والاحزاب الذي سوف يصطدم معهم في المستقبل. نعم. انا اشكرك ابو محمد من السماوه كان معنا، ابو علي من ديالى، تفضل ابو علي. أبو علي تسمعني؟ فقدنا اتصال مع أبو علي من ديالى. طبعا بالحديث عن حصر السلاح بس البارحة خلية الإعلام الأمني أعلنت عن سقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس.
الخلية ذكرت بأن 3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطت على المطار، أحدها سقط على مرآب العجلات في المطار، شفنا الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هذا الصاروخ اللي وقع على مرآب السيارات أدى إلى تضرر 4 عجلات مدنية للمواطنين، وأوضحت بأنه تبين بأن انطلاقها كان من منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد كما قالت. يعني الله نجى الناس المسافرين، هو ده يقول هم يريدون يوصلون إلى أنه الملاحة الدولية تقول لك مطار بغداد غير صالح إلى الطيران وينقفل، حتى خاف يبقى فد مؤسسة حيوية يقدر المواطن العراقي يسافر يروح يتعالج يروح يدرس إلى آخره، حتى يسدون كل شيء بوجه العراقيين. يعني شايفين أنتوا بالعالم كله ميليشيا تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة وسنوا لها قانون وقال لك هذه قوات رسمية تجي تقصف، يوم تقصف مطار بغداد، يوم تقصف المنطقة الخضراء اللي بيها القائد العام مالتهم على أساس قائد العام للقوات المسلحة، ما تفتهم الوضع. تجيهم أوامر من إيران تضرب يضرب، ما تجيهم لا تضرب اليوم هنا أضرب هنا. قال لك ها والله إحنا دنقاوم القوات الأمريكية بال2003 من دخلوا القوات الأمريكية، ليش ما قاومتوهم؟ من قاوموهم العراقيين في المحافظات العراقية، مو أنتوا غيركم تقولون هذا إرهاب وهذه قوات صديقة وقوات جاءت لتحريرنا من النظام السابق. شو هسه تفطنتوا بعد 17 سنة صارت قوات محتلة ولازم تطلع؟ ما أعرف، لأن إيران تريد القوات الأمريكية تطلع من العراق، وطبعا إحنا نرفض تواجد أي قوات على الأراضي العراقية، ولكن نذكر التناقض في هذه الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.